قالت إلهي بحقي عطش أبي عبد الله الحسين، إلهي بحق غربة أبي عبد الله الحسين، يا راد يوسف عالمغيبة يقول الشعر دخلت الخيمة هالغريبة وتوسلت لله بحبيبة، يا راد يوسف عالمغيبة يعقوب ومسك اللهيبة أريدك علي سالم. وسقطت مغشا عليها، هذا ما كان من أمرها، أما ما كان من أمر علي الأكبر فقد اختلف مع ذلك اللعين بضربات، عاجله علي بضربة جدله على التراب، ثم جاء يهفو إلى أبيه: أبا الجائزة الجائزة. قال: ماذا تريد يا بني؟ قال: شربة من الماء أتقوى بها على الأعداء. قال: بني سيسقيك جدك شربة لا تضمأ بعدها أبدا. وفي نقل دفع إليه خاتمه، وفي نقل آخر وضع الحسين لسانه على لسان علي الأكبر، يقول علي الأكبر: فوجدت لسان أبي الحسين كالخشبة اليابسة من شدة العطش، أي رحم الله من نادى وحسينا. كان بينه وبين السماء كالدخان من شدة العطش. يعز والله علينا ذلك يا أبا عبد الله، يعز والله علينا يا أبا عبد الله. قال: بني، أراد أن يتوجه علي إلى الميدان، فصاح به الحسين: بني علي أدرك أمك بالخيمة. نزل علي من صهوة جواده، توجه إلى الخيمة، دخل إليها فرأى أمه ليلى مسجات في وسطها، حمل رأسها وضعه في حجره، جرت دموعه، تساقطت قطرات من دموعه على وجهها، أفاقت من غشوتها، صاحت: من هذا ولدي علي؟ ضمته إلى صدرها، أوصته بنصرة الحسين الغريب. قالت: بني علي لا تقصر في نصرة أبيك الحسين، أريدك تبيض وجهي عند أمك فاطمة، عند جدتك فاطمة يوم القيامة. بينا هو كذلك وإذا بالمنادي ينادي: أين أنصارك يا حسين؟ فقام علي، خرج من عند أمه، جاء إلى أبيه الحسين: ائذن لي بالبراز. فاحتضنه الحسين ساعة وبكى حتى أغشي عليه كما في نقل، ثم صاح: أخي زينب، أخي زينب، سكينة عاتك فلانة فلانة، هلموا الوداع الشباب فدرنا حول علي الأكبر، هذه تضمه وتلك تشمه، وثالثة تحث التراب على رأسها وتنادي: وشابا. ودعهم علي الأكبر، أراد أن يمضي إلى الميدان، وإذا بصوت الحسين: بني علي قف لي هنية. قال: أبتا ماذا تريد؟ قال: انزل من على صهوة جوادك وامشي بضع خطوات وارفع صوتك بالأذان، لأتزود من مشية رسول الله ومن صوت رسول الله.
فمشى علي بضع خطوات ورفع صوته بالأذان قائلا الله أكبر. فضجت مخيمات الحسين ونادى المنادي ومحمدا ودعهم علي الأكبر ومضى إلى الميدان. يقول حميد بن مسلم شد على الأعداء وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى يلتوي، أطعنكم بالرمح حتى ينفني، أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي. إلا تموج الخيل بس ما أريد واحد ساكت من الشباب بالمجلس، حق الشباب على الشباب. هذه الصرخة مكانها هنا، الدمعة مكانها هنا، شوفها غير شكل يوم القيامة. قلت موج الخيل من يجبل عليك، لكن الخيل أبو الحسن. يقول حميد بن مسلم فقتل على صغر سنه تمام المئتين، هاجركم الله وضج الناس من كثرة القتلى ومن شدة بأسه. يقول كان إلى جنبي مرة بن منقذ العبد، قال علي آثام العرب لئن مر بي هذا الشاب لأثكلن قلب عمه فيه. قلت ويحك، أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوا؟ قال والله لأفعلن. هاجركم الله يا أحباب الحسين. فبينما علي يقاتل إذ كمن له ذلك الملعون وطعنه بالرمح في صدره. فانحنى فعاجله بالسيف على راسه. فانحنى على رأس الفرس، سالت الدماء على عيني الفرس، فأخذه الفرس إلى وسط الخوم فاحتوشوا. هذا يضرب بسيفه وذاك يطعنه برمحه حتى قطعوه إربا إربا. أين المنادي وعلي؟ فنادى بضعيف صوته أدركني يا أبتا. يقول حميد بن مسلم فخرج الحسين من المخيمات وهو ينادي ولدي علي. يقول العلامة الششتري خرج الحسين من المخيم وهو ينادي 6 مرات ولدي علي ولدي علي ولدي علي. يقول وكان من عادتي أن ينزل إلى القتيل نزولا إلا في هذا الموضع. ماذا صنع الحسين يا أحباب الحسين؟ يقول أخلى رجليه من الركاب، أخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على جسد ولده. يقول حميد بن مسلم
من جلت الغبرة إلا والحسين قد تمدد بطول ولده ووضع خده على خده ونادى على الدنيا بعدك العفا يا ولدي بعدا لقوم قتلوك ومن شرب الماء منعوك ما أجرأهم على الله وانتهاك حرمة رسول الله إلا بطل علي الأكبر ونينا وفتح العين وناداني وصلني بعجل للخيم للخيم وصلني يخلي النوح تال بصدرك يا ابويا شيلني وجمع وصال يم العلي لا ودعه وينظر احوال حتى تجيني الوالدة تشد الجرح زين اين المنادي وحسينا ودني يا ابويا العمتي زينب ارى خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا قال لي عقلي موجتي حشيك فرا لازم اشيلك للخيام يا قرة العين لكن ابني ليش الفكر يا حلو الاطباع جسمك يا عقل موزع وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني لكن يعين الله على ضجتها النساوي وشالي مدلل فوق صدره وللخيم عاه تشوف الحسين بقلبك ولا تشوف الحسين وقد احتضن ولد ابو علي الاكبر وحمله على صدره وأقبل به نحو المخيم ورجلا الشاب تخطاني في الأرض خطاه يقول حميد بن مسلم نظرت إلى الحسين وإذا بي أراه محني الله أين المنادي وحسينا يا أهل الخيم جاكم علي قوموا شوفوا على صدر جنازته معمولة العن يا ويلي من الخيم عما شافوا علي مرمي ويجر ومن الطبر ما تنحاص جراحة زينب تهل لدموعها مهمولة يا أهل الخيم جاكم علي قمولة خوف على صدر جنازته مهمولة خرت على جسم الشهيد تنادي شيبت راسي يا شبي الهادي وليلة تحن وتصيح ذاب فادي تمشي وتعثر مشية المذهولة يا أهل الخيم جاكم علي قمولة شوف على صدر جنازته محمولة يا حسين حفروا لي حافير الساعة يا حسين حفروا لي حافير الساعة ما قدر أشوف ابني وأشوف الزاعة سعد الله قلبك علي الله يساعد كل أم فاقدة شباب تقول يا حسين أنا ما أريد بعد من العمر دفنوني عين عيمت من راح نور عيوني آه
يا حسين حفرولي حفير الساعة ما قدر أشوف ابني وأشوف انزاعة قالها يا ليلة تزود ابن وداع بشري بعدنا بناقة مزولة يا أهل الخيام راح ولدي علي راح